قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفقد أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة معا نبني المستقبل بمحافظة الإسكندرية بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإجمالي أطوال 140 كيلومتر، بالإضافة إلى أعمال الكباري. وتشمل أعمال تطوير محاور شرق الإسكندرية طريقا دائريا لمدينة أبي قير الجديدة بطول 16 كيلومتر لخدمة التوسعات العمرانية الجديدة بمنطقة أبي قير وشرق مدينة الإسكندرية. محاور غرب الإسكندرية وتشمل محور التعمير بعرض 9 حارات لكل اتجاه بطول 35 كيلومتر، ويمتد 15 كيلومتر في اتجاه غرب الإسكندرية، وكذا 4 محاور ربط عرضية على الطريق الساحلي بطول 14 كيلومتر لربط الطريق الساحلي بمحور التعمير الجديد بعرض 8 حارات لكل اتجاه. محور ماريا العمراني الجديد بطول 14 كيلومتر وعرض 6 حارات لكل اتجاه لربط طريق الكافوري برج العرب بمحور التعمير بالقوس الغربي وحتى الطريق الصحراوي. محور النوبارية القوس الشرقي بأطول 25 كيلومتر وبعرض 6 حارات لكل اتجاه لربط محور التعمير بالطريق الصحراوي الإسكندرية القاهرة. محور مطار برج العرب القوس الغربي بطول كيلومترين وعرض 6 حارات لكل اتجاه، وذلك ليتكامل مع شبكة الطرق الجديدة والمطورة والتي تشكل طريقا دائريا لمحافظتي الإسكندرية والبحيرة بإجمالي أطوال 90 كيلومتر.